أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليمن أصل الحكاية. لازلنا في الحديث عن استهداف معالم الحضارة اليمنية. تتعدد الفنون والمعالم الحضارية في اليمن بين معالم ذات دلالة جمالية، معالم ذات دلالة سياسية، ومعالم ذات دلالة عسكرية، ومعالم ذات دلالة تجارية. تتنوع هذه المعالم طبيعة المضامين الحضارية وطبيعة المضمون الحضاري، يشكل بالنسبة لليمنيين الأحرار عمل مهم جدا في الذاكرة باعتبار الضامن لاستمرارية وديمومة هذا الدافع الحضاري، ليبقى نبراسا دلا على عظمة منشأ هذه الحضارة الإنسان اليمني. من بين تلك المعالم الحضارية المعالم المعمارية، باعتبارها النشاطات الأكثر تجسيدا للواقع الحضاري لأي أمة من الأمم، لكونها أيضا نشاطا يعكس الهوية الثقافية والحضارية للمجتمعات، كما يؤثر في أنماط الحياة والسلوك الاجتماعي الذي يتفاعل بشكل عام بين هذا النمط الفني وبين أيضا خيال هذا الإنسان الذي أيضا أبدع وأنتج هذا الخيال. حاول اليمني عبر التاريخ الحفاظ على النسق الحضاري من خلال الحفاظ على خصوصية المتفردة المتجذرة في الأصالة والضربة في أعماق التاريخ لقرون طويلة، وهي متأثرة بالطبع باليمن المستقل والملهم الذي له ميزات خاصة، ونلاحظ في ذلك انتشار العديد من المعالم الحضارية في أغلب المدن العريقة وفي المناطق التي تشكل العمق الحيوي للذات اليمنية الحضارية التي ظلت حاضرة في قلب الغياب والتغييب. تتسم المعالم الحضارية اليمنية بمميزات خاصة منحتها هويتها الحضارية الذاتية، وبالذات الملامح الجمالية للمعالم الحضارية. الأعمار اليمنية شكلت مصدر مهم جدا فني وجمالي، لم تقتصر على كونها سكن وبؤرة لإنطلاق الملامح المتعددة التي تشكل أبرز المعالم الحضارية، بل أيضا شكلت أحد مرتكزات الحضارة، وبالذات عندما نتحدث بالقلاع وبالحصون وأيضا بالمتاحف وما خططه يد اليمني. منذ الانقلاب والاجتياح توسعت دائرة استهداف المعالم الحضارية بشكل منهج، شملت العديد من المحافظات، لكن الاستهداف تركز بشكل أكبر على العمق الحيوي للذات اليمنية الحضارية، وبالذات تلك المعالم التي كانت تعبر عن الإرث الحضاري بأبعادها السياسية والجمالية والمآثر التي تمثل دافع حضاري مهم لاستنهاض الروح اليمنية والإرادة اليمنية وإلهامها بالإجابة على أسئلة الحضارة اليمنية من الشهود الحضاري إلى الغياب الحضاري. سنواصل الحديث عن استهداف العديد من المعالم الحضارية في محافظات عديدة. في البيضاء شهدت المحافظة استهداف للعديد من المعالم الحضارية، وفي مقدمتها المعالم التي تم استهدافها في قلعة مدينة رداع، وهي قلعة تاريخية معروفة تعرضت أجزاء كبيرة منها من سور القلعة التاريخية لمدينة رداع للقصف. طبعا يعود بنائها إلى عهد الملك الحميري شمري هرعش الذي يرجح أنه حكم في القرن الثالث للميلاد. تعرضت هذه الأسوار لأضرار بالغة، تصدع جزء من هذا الأسوار نتيجة قصف المدفعية الثقيلة من قبل ميليشيا الحوثي. من بين المعالم الحضارية التي تم استهدافها في البيضاء مسجد ومدرسة العامرية، ومسجد ومدرسة العامرية معلمان تاريخيان من معالم الدولة الطاهرية، ويعد من أهم المساجد والمدارس القديمة الأثرية في اليمن. وبحسب المرويات يعود تاريخ بنائها إلى عام 1504. تعرضت للقصف أيضا من قبل الميليشيا الحوثية، مما تلحق يعني الحق بها أضرار بالغة. هذه الأضرار شملت مناطق معينة لا تزال هذه مستهدفة ومتأثرة حتى هذه اللحظة. صنعاء أيضا في معظم معالم صنعاء التاريخية ومعالمها الأثرية ومتاحفها الوطنية تعرضت لعملية نهب منهج من قبل ميليشيا الحوثي، إضافة لاستهدافها استهداف المعالم الحضارية من قبل مقاتلات التحالف العربي، وسنتطرق لذلك في حلقات قادمة بشكل واسع. لكن من هذه المعالم التاريخية التي تم استهدافها في صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي متحف صنعاء الحربي، تعرض المتحف لعملية نهب كبيرة من قبل الميليشيا الحوثية، تركزت على بعض الشواهد التاريخية وعلى بعض المحتويات المهمة جدا وبالذات الكتب والمخطوطات وغيرها، في وقت تم الكشف عن معلومات عن اختفاء العديد من القطع الأثرية الثمينة التي يعتقد أنها عبرت الحدود لتصل إلى تجار آثار دوليين. ولتأكيد هذه الفكرة أو الفرضية
إعلان السلطات الأمنية السويسرية في وقت سابق عن ضبط قطع أثرية مسروقة من اليمن في جنيف، الأمر الذي يؤكد أن الميليشيا نهبت جزء من المتحف الوطني الذي يعتبر بحسب الكثيرين بنك مركزي للآثار اليمنية. العديد من الروايات ذكرت بعض هذه الانتهاكات التي مارستها الميليشيا الحوثي فيما يتعلق بالمتحف على وجه التحديد، موضحة أن بعض عناصرها استعرضت في شوارع صنعاء وهم يقودون العربات التي كانت ضمن معروضات المتحف الحربي على وجه التحديد. المتحف الوطني هو الآخر تعرض في العاصمة صنعاء لعملية نهب كبيرة، أبرزها حادثة نهب 7 سيوف أثرية تعود للقرنين 19 و20، القرن 19 والقرن 20 الميلادية، 3 مخطوطات أصلية تعود أيضا للقرنين 3 و5 الهجري بحسب المرويات التاريخية. وأيضا تقول المرويات أن المتحف يحوي حوالي 40,000 قطعة أثرية ومخطوطة. كما أيضا الحادثة الشهيرة من استهداف المعالم الحضارية اليمنية، المساعدة في تهريب نسخة من التورات، ميليشيا الحوثي شريكة في تهريب أقدم تورة موجودة ضمن مسلسل عبثها بالتاريخ الحضاري لليمن، ومحاولة تحقيق أغراض سياسية وأيضا استهداف وطمس الهوية الحضارية والتاريخية لليمنيين. تم المساعدة من قبل الميليشيا في تهريب نسخة من التورات يعود تاريخها إلى ما قبل 800 عاما، تسلمها كما هو معروف وكما تداولت وسائل الإعلام رئيس وزراء دولة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. ويقول مراقبون أن ذلك كان له غرض سياسي، الحصول على وعود بتبني وجهة نظر الانقلاب وعرضها من قبل الكيان الصهيوني على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وإقناعها بالضغط على الحكومة وعلى دول التحالف العربي للقبول بتسوية سياسية تضمن للميليشيا الحق بالاحتفاظ بالسلاح الذي نهبت من مخازن ومعسكرات الدولة بعد انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية كما هو معروف في العام 2015. الجامع الكبير هو الآخر تعرض في العاصمة صنعاء لعملية نهب منهجة، وهو يعتبر من معالم اليمن الحضارية، وهذا النهب من قبل الميليشيا الحوثية. هناك مصادر كثيرة ذكرت وكشفت أن الميليشيا قامت بتهريب واحدة من أقدم نسخ القرآن الكريم المحفوظة في الجامع والتي كتبت على جلد الغزال، موضحة أن قيادة الميليشيا باعت تلك النسخة النادرة لرجل أعمال إيراني بمبلغ يصل إلى ملايين الدولارات، وكان ذلك عبر وسيط كويتي. المعالم الحضارية في شبوة هي الأخرى تعرضت للاستهداف، الكثير من المناطق الأثرية تعرضت للدمار والتخريب والنهب، وبالذات في مديريتي بيحان وعسيلان من قبل الميليشيا الحوثي التي دأبت بشكل مستمر على تدمير أي إرث تاريخي مهم لليمن. المحويت هي الأخرى، وكما هو واضح شهدت معالمها الحضارية العديد من الاستهداف. وزير الثقافة مروان دماج قال في تصريح تناقلته العديد من الصحف العربية من بينها الشرق الأوسط أن معظم الآثار اليمنية والمواقع الأثرية طالها النهب والعبث والتدمير من قبل الميليشيا الحوثية. دماج أيضا أكد أن جزء من المناطق الأثرية تقع تحت سيطرة الميليشيا، ومنها موقع مهم جدا في محافظة المحويت تم تحريزها في العام 2004 وبدأت فيه عمليات تنقيب، لكنه تعرض مؤخرا لعملية نبش من قبل الميليشيا الحوثية، طالت مومياوات مهمة جدا يعود تاريخها لما قبل الميلاد. عندما نتتبع استهداف المعالم الحضارية نحن نضع العالم أمام مسؤولية تاريخية تجاه استهداف التراث الإنساني في اليمن، على اعتبار أن معالم الحضارة اليمنية هي معالم الإنسانية كلها، وأن قصة حضارة هذا الإنسان في البلد المسمى اليمن كان في يوم ما أحد الأمم الحضارية التي وضعت في سجل التاريخ العديد من الشواهد على عبقرية الإنسان اليمني. للتوسع في هذه الحلقة هنالك العديد من المصادر التي استندنا إليها، وهي أيضا موسوعة الإكليل للهمداني، مادة مهمة جدا للصحفي عارف الواقدي منشورة في موقع 26 سبتمبر نت التابع للجيش الوطني، ومادة أيضا للدكتورة عميدة شعلان الخبيرة اليمنية في آثار شبه الجزيرة العربية تم نشرها في موقع قنطرة. نذهب وإياكم
لمشاهدة لقطات من المعالم اليمنية التي تعرضت للاستهداف مصحوبة بأغنية قسما بالله والثورة بلدي لن تحيا مقهورة، وهي أغنية جماعية للفرقة الوطنية. ودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة: بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على حضارة حمير وسبأ. قسما 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 قسما.